أهلا وسهلا بكم مجددا في الحلقة 121 مع كلمة مهمة، كلمة car. هيا نتعلم استخداماتها وأهم المرادفات في دقيقتين فقط. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة car تأتي بمعنى سيارة، مركبة أو عربة. car، المثال الأول على كلمة car: We are going by car. We are going by car. نحن ذاهبون بالسيارة. اقرأ معي: We are going by car. We are going by car. ممتاز، كررها 5 مرات حتى تحفظها واكتبها في كراسك أيضا. We are going by car. We are going by car. ممتاز. الجملة اللي بعدها: He didn't know the car was coming. He didn't know the car was coming. اقرأ معي: He didn't know the car was coming. لم يكن يعلم أن السيارة قادمة. He didn't know the car was coming. ممتاز. أهم مرادفات كلمة car: vehicle سيارة، carriage مركبة، motor car أيضا سيارة، و wagon عربة. هذه أهم المرادفات، حاول أن تحفظها جيدا. أما الآن ضع كلمة car في جملة، ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. ممتاز، انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع كلمة جديدة ومهمة باللغة الإنجليزية، كلمة care، سوف نشرحها بالتفصيل. انتظرونا قريبا، إلى اللقاء.